في ظل سيطرة سلطنة لحج على عدن، وقعت حادثة غرق للسفينة البريطانية داريا دولت قرب الشواطئ اليمنية، فاغتنمتها بريطانيا حينئذ ذريعة لاحتلال عدن، مدعية أن الصيادين اليمنيين قاموا بنهب تلك السفينة مطالبة بالتعويض. من هنا بدأت الحكاية. رفض السلطان العبدلي المساس بالسيادة اليمنية ووافق على دفع أي تعويضات أخرى، لكن بريطانيا أصرت على احتلال عدن بحجة تأمين الميناء. دفع القبطان هينس عدداً من السفن الحربية إلى شواطئ عدن بهدف احتلالها، فقاوم اليمنيون بشراسة وأجبرت السفن البريطانية على التراجع والانسحاب. الصمود اليمني قوبل بهمجية وقصف عنيف من قبل الأسطول البريطاني، ومع فارق الإمكانات استطاعت القوات الغازية إحكام السيطرة على مدينة عدن في 19 من يناير عام 1839 للميلاد، لتبدأ معها رحلة الكفاح الأسطوري. 128 عاما من الاستعمار والقهر مارس خلاله المستعمر البريطاني كل أنواع القمع والاضطهاد. قوبلت بحراك ثوري نوعي تمثل في احتجاجات شعبية وعصيان مدني ومظاهرات وإضرابات وصولاً إلى الكفاح المسلح. تنظيمات سرية عسكرية وعمليات فدائية ومقاومة شعبية. صوت الجنوب برنامج إذاعي يبث من إذاعة صنعاء، كان أداة ثورية رافقت النضال في الميادين، لكنها قوبلت برفض الإمام. ثورة 26 من سبتمبر شكلت رافداً للثوار في الجنوب، وكانت تعز وإب وصنعاء قاعدة الانطلاق للقيادات الملاحقة من المستعمر البريطاني، وتمثل الدعم بتدريب وتسليح ثوار الجنوب بمساندة مصرية. الشعب اليمني أقوى، عدن أقوى من بريطانيا، والشعب في عدن والشعب في الجنوب أقوى من بريطانيا، والسلطان أحمد الفضلي اللي ترك سلطنته وترك كل شيء وخرج ليجاهد أقوى من رئيس وزراء بريطانيا. في أغسطس عام 1963 استقبل أبناء ردفان الثوار العائدين من شمال الوطن بعد مشاركتهم في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر الوليدة. وفي 14 من أكتوبر عام 1963 انطلقت شرارة الثورة من جبال ردفان بقيادة راجح بن غالب لبوزة الذي استشهد مساء ذلك اليوم. في 23 من يونيو عام 1965 عقدت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل مؤتمرها الأول في تعز، وأعلنت فيه مواصلة الكفاح المسلح. استمرت هجمات الثوار حتى انسحبت القوات البريطانية من عدن في 30 من نوفمبر عام 1967 للميلاد، وتم الإعلان حينها عن قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. نحن وشعبنا ليس دعاة حرب وليس دعاة قتال، ولكننا اضطرينا أن نلجأ إلى العنف وإلى الثورة المسلحة بعد أن رفض الاستعمار البريطاني أن يخرج من بلادنا بالطرق السلمية. نحن اليوم لم يعط لنا الاستقلال، بل إننا حققناه بدمائنا وبتضحياتنا.